ومع بدء موسم اختبارات الفصل الأول في المدارس السعودية، حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من مروجي حبوب الكبتاجون الذين يدعون أن هذه الحبوب تساعد على الفهم والمذاكرة. وأشارت المديرية عبر حسابها على تويتر أن مروجي الكبتاجون ممن تناولوا هذه الحبوب لم يكملوا دراستهم، في إشارة إلى الوهم الذي يستغلون من خلاله بعض الطلاب. من الرياض ينضم إلينا في هذا الموضوع الخبير عبد الله الشريف، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مرحبا بك أستاذ عبد الإله. أبدأ أولا يعني حجم هذه المشكلة في المجتمع السعودي. نعم، لا شك أنه المملكة العربية السعودية لها جهود كبيرة في مجال مكافحة المخدرات، و في الواقع أنه الأجهزة الأمنية والجمارك تبذل الجهود مميزة، خصوصا أنه إذا رأينا أنه هناك محاولات لتهريب المخدرات، فقد استطاعت الأجهزة الأمنية والجمارك من ضبط أكثر من 98 مليون قرص من أقراص الكبتاجون في عام 1435، وهذا يعطينا مؤشرات. المؤشر الأول أن هناك جهود تبذل ودعم لا محدود من مقام وزارة الداخلية في إحباط قضايا المخدرات وضربات استباقية أيضا ضد عصابات المخدرات. النقطة الثانية أيضا يؤكد هذه تلك الكميات أن هناك محاولات من عصابات ومافيا المخدرات لمحاولتهم تسريب سموم المخدرات إلى المملكة وضرب عقول أبنائنا في تلك الآفة، سواء في مخدر الكبتاجون أو المخدرات الأخرى كالحشيش والهيروين. الجهود هناك لا شك أنها مستمرة، وهناك حملات أمنية مشددة ضد كل ما يتعامل بهذه الآفة. الآن يعني هذه المشكلة، مشكلة تعاطي الكبتاجون أيام الاختبارات تحديدا، هل ترى بأنها يعني في ازدياد الآن مقارنة بالسنوات الماضية على سبيل المثال؟ جيد، طبعا نحن من خلال المؤشرات التي تعمل عليها المديرية العامة لمكافحة المخدرات أيضا ملاحظ أن هناك تزايد في محاولات التهريب وأيضا في عمليات الترويج. هناك تعاون وثيق بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات والسلطات الأمنية بالتعاون مع دول الخليج والدول العربية الأخرى. أيضا في الجانب الداخلي هناك تعاون وثيق بين الجمارك وحرس الحدود لإحكام السيطرة والرقابة سواء على المنافذ أو على الشريط الحدودي. هناك أيضا حملات، لكن حجم المتعاطين للكبتاجون تحديدا في هذا الموسم، موسم الاختبارات، أستاذ عبد الله، هل لكم يعني قراءات، مؤشرات، أرقام معينة ترونها؟ طبعا لا شك أنه هناك تزايد في تعاطي حبوب الكبتاجون رغم الجهود التي تبذل والبرامج الوقائية التي تقام بين فترة وأخرى لعدة أسباب. السبب الأول هو دائما ضعف الوازع الديني، وأيضا الجانب الآخر هو أصدقاء السوء، والجانب الثالث هو المفاهيم للأسف الإيجابية لمتعاطي المخدرات، خصوصا حبوب الكبتاجون. إذا رأينا لدى كثير من النشء والشباب بأن الحبوب الكبتاجون تؤدي إلى السهر وإلى التحصيل الدراسي، وهذه كلها معلومات خاطئة. لا زالت تعمل عليها المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكذلك ضمن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. الأسرة في هذه الأيام كيف يمكن أن تعرف أن ابنها يتعاطى الكبتاجون في هذا الوقت تحديدا في أيام الاختبارات؟ نعم، أعتقد أنه هناك تم بعث الكثير عبر حساب تويتر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وحساب المديرية العامة لإيضاح المؤشرات التي تؤكد أو تدل على تعاطي المخدرات. نحن نقول دائما للأسر أنه متى ما وجدت الابن في ظل السهر الطويل والنوم في النهار وأيضا عدم الاستقرار والثرثرة والقلق والتوتر والتعرق، أيضا شحوب الوجه
حركات لا إرادية في الوجه أو في اليدين، الشكوك، فنقول هنا للأسرة ربما أنه ابنك بدأ يتعاطى المخدرات وخصوصا حبوب الكبتاجون، حتى أنه يصل إلى مرحلة متقدمة إلى وصول العنف والعدوانية، سواء ضد الإخوان، ضد الوالدين، ضد الأصدقاء، ضد المدرسة أيضا، وأيضا في بشكل متأخر أيضا كراهية وعدوانية للمجتمع. أنا أشكرك شكر جزيل الخبير عبد الله الشريف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، شكرا لك على تواجدك معنا. إلى ذلك أيضا كثفت إدارات المرور في مناطق السعودية كافة من استعداداتها مع بدء موسم اختبارات الفصل الأول، وركزت تواجدها حول المدارس لتأمين تنقل الطلاب والطالبات إلى المدارس، إضافة إلى التصدي لظاهرة التفحيط التي يمارسها بعض الطلاب بعد الانتهاء من الاختبار، فيما تصل العقوبات إلى السجن وسحب سيارات المفحطين. معنا من الرياض الدكتور سليمان العقيل، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود. دكتور سليمان أرحب بك معنا في الرابعة. أيام الاختبارات للأسف هي أيام للمخدرات، أهلا فيك، للتفحيط وللرذيلة حتى، لماذا برأيك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المعلوم أن وقت الاختبارات هو وقت شبه فراغ كامل، يعني أو شبه وقت فراغ شبه كامل، فيها تظهر كثير من السلبيات أو من الإمكانات التي قد تكون مكبوتة عند الشباب، أو قد تكون يعني يريد المجتمع الذي هو من حول الشاب إخراجها، ولذلك ممكن أن تعين هذه الفترة بأنها فترة إظهار المهارات لدى الشباب وتفريغ الطاقات الكامنة لديه. طبعا هذه بمجمل النقاط، ولكن تحتاج إلى تفصيل في كل واحد منها. ثم بعد ذلك إظهار القدرات الخارقة التي اكتنزها الشاب وإظهارها أمام زملائه، ومن ضمنها أيضا كسب الاعتراف المجتمعي، أقصد المجتمع الذي حواليه، المجتمع المدرسي من الشباب، كسب الاعتراف بأنه بطل أو أنه مغوار أو أنه مفحط أو أنه خارق للعادة وهكذا. فهو يبحث عن هذه القضية، وفي النهاية المجمل هو نوع من إثبات الوجود لهذا الشاب في محيطه الاجتماعي الشبابي بأنه شاب لديه قدرات ولا بد أن يعترف بها. ولذلك هنا تكمن الخطورة. متى تكمن الخطورة؟ في أن المجتمع حينما لا يعترف بهذه القدرات تنحرف به من الإيجاب إلى السلب، وبالتالي تجد إذا لم يعتنى بها من خلال المدرسة، من خلال بعض مؤسسات المجتمع القائمة، ينحرف بها، يستفيد منها المخربون أو يتجه اتجاهات أخرى سلبية لصالح فئات سيئة، وبالتالي يعني يسلك طريق الدمار. طيب كيف يتم التعامل، أو كيف يجب أن يتم التعامل مع هؤلاء بهذه المواصفات التي ذكرتها؟ قلنا يعني في أكثر من مناسبة أن الشباب هم طاقة ولا بد أن يستفاد من هذه الطاقة بأي وسيلة، وهذه الوقت هو وقت إخراج الطاقات والقدرات عند الشباب، بالإضافة إلى الأوقات التي يقضي فيها الطالب في المدرسة يظهر كثير من المهارات. إذا لم تكن المؤسسات الاجتماعية واعية لهذه القضية، وبالذات مؤسسات التعليم، وتستفيد من هذه القدرات أثناء وجود الطالب في المدرسة، وإلا سوف تدمر في المستقبل. لكن أين هذا الدور؟ يعني الأرقام تقول بأن هناك، ويمكن أنت استمعت إلى ما ذكره الأستاذ عبد الله الشريف، بأن هناك ازدياد في عدد المتعاطين للكبتاجون. التفحيط أيضا يعني له زخم كبير أيام الاختبارات بالذات، وأعداد كبيرة ربما تشارك فيها، وحول المدارس المعاكسات كذلك، الرذيلة بشكل عام، كل الأمور هذه تحدث في هذا الوقت. فأين هو هذا الدور لهذه المؤسسات التي تتحدث عنها إذا كانت هذه الأمور كلها تزداد؟
نعم كل المشاكل التي ذكرتها هي مشاكل مرتبطة مع بعضها البعض، ولا نستطيع تفكيك المشكلات هذه كل واحدة لوحدها، ولكن يفترض أن هناك جهات تعمل مثل الرئاسة العامة للتعليم لرعاية الشباب، اسمها رعاية الشباب وليس اسمها يعني كورة، لابد أن تكون هناك نشاطات، لابد أن تكون هناك يعني بعض المناشط التي تفرغ فيها طاقة الشباب، وبالتالي لو كان لي من الأمر شيء لا وجدت صالات كبيرة جدا تبع الرئاسة العامة للتعليم الشباب يقضى فيها معظم نشاط ومعظم أوقات فراغ الشباب فيها، وبالتالي يعني مثل الرسم والقيادة والكمبيوتر وكل هذه المسائل ويستفاد منها في 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 المجتمع بشكل عام. الوزارة الداخلية بقطاعات مختلفة تختار من هذه العناصر الفاعلة لأغراضها الخاصة في يعني في مجالات مختلفة، وزارة الأمر بالمعروف، هيئة الأمر بالمعروف، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة لكن هذا الكلام مكرر دكتور، التعليم العالي تختار من هذه الطاقات، يعني هذا الكلام يتكرر كل عام، يعني يجب أن تفعل المؤسسات كذا، يجب أن يكون هناك يعني أماكن للشباب، وكل ذلك غير موجود حتى الآن. يعني صحيح صدقت، هو لماذا يكرر؟ لأنه لم يفعل منها شيء، لأنه لم يفعل منها شيء. يعني طيب. نحن دائما وطول حياتنا في المهنية نقول أنه لابد أن تكون المؤسسات المجتمعية رديفة لمؤسسات الدولة للاهتمام بقضايا المجتمع، ومن ضمن قضايا المجتمع قضايا الشباب، وبالتالي طيب. لا نجد وقعا حال في هذا العقوبات على الجانب الآخر دكتور نعم. سليمان كيف ترى دورها؟ يعني هل تراها عقوبات رادعة بالنسبة للمتعاطين للمفحطين لغيره باختصار؟ والله يا أخي من 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 الآخر كما يقولون العقاب بلا يعني فتح مجالات أخرى للشباب ما هو إلا زيادة في تعميق الهوة. العقاب لا يكون بهذه الطريقة إذا لم تكن هناك بدائل متعددة ومتاحة، ثم الذي يخالف هذه البدائل يعاقب، هنا نستطيع أن نقول أن العقاب فاعل. أما إذا كان العقاب يعني لا تسوي، ما احنا مسوي شيء ولا تسوي شيء واللي بيسوي شيء يعاقب، معنى ذلك احنا يعني مكانك سر وسنبقى نراوح في مكاننا إلى فترات طويلة. شكرا جزيلا لك دكتور سليمان العقيل، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، كنت معنا من الرياض.